نكمل تطبيقات الواي فاي موجل مع المايكرو كنترولر. فهذا التطبيق السابع، عندنا التطبيق السابع، فراح يكون عندي ابلكيشن ثاني. طبعا تكلمنا عن التي سي بي سيرفر في الابلكيشن السابق، الحين راح يكون عندي التي سي بي كلاينت، ايضا نلاقيه في البلاي ستور بالنسبة للأجهزة اللي تعمل على نظام الأندرويد، اللي هو التي سي بي كلاينت من إنتاج شركة سايبروب سيستم. فنيجي نفتح، أول ما نحمله بيجينا في بهذا الشكل، نفتح التي سي بي كلاينت. طبعا ننزل الكود في المايكرو كنترولر ونكون موصلين ال ASP8266. بعدين لو تلاحظون عندي available هنا سيرفر ليست، يعني كذا نفهم ان الجوال بيكون عندي الكلاينت، اللي هو هذا الجوال بيكون عندي الكلاينت، والسيرفر راح يكون راح نسويه في راح ننشئ سيرفر في الواي فاي موجل. فلو نيجي هنا مثلا نفترض ان هذه ما ظهرت عندك، فاجي اسوي اد مثلا واحط السيرفر نيم مثلا ماي سيرفر ESP8266. اوكي، بعدين نحط الاي بي، الاي بي حق الستيشن اي بي. طبعا عندي هنا في الجهاز الستيشن اي بي اللي هو 192.168.1.11، فحط هنا 192.168.1.11. والبورت نمبر طبعا هذا البورت نمبر راح نحطه في الكود عندي. نحن هنا للسيرفر اخترنا بورت نمبر، طبعا قلت مو شرط انه يكون 80، نقدر نختار شيء. انا حطيت 1 2 3، فاعطينا 1 2 3. اوكي، بعدين اد، هنا راح تجيني رسالة ان ادد سيرفر ادد. اوكي، فلو نجي نرجع هنا عندي هذا السيرفر اللي اسمه، طبعا بيكون نفسه لو تلاحظون ايضا افيلبل نفسه. نحن نحذف هذا السيرفر، او نستخدمه هو نفسه. طبعا كله موصله في نفس السيرفر اللي هو الـ ESP8266. ف فكرة هذا التطبيق ان اول ما ارسل رساله سواء من الكلاينت او من السيرفر يقدر ان يعني اشوف البيانات في السيرفر وفي الكلاينت ايضا. يعني هنا عندي، هنا عندي في الدائره، هذا عندي كلاينت اللي هو الجوال، والسيرفر طبعا اللي هو الـ ESP8266. لو نجي نفتح برنامج الباتي عشان نشوف انتقال البيانات من الكلاينت للسيرفر، الآن إذا جيت عندي في التطبيق، إذا بأرسل من الكلاينت إلى السيرفر مثلا أكتب هلو، ولاحظ تظهر عندي في شاشة ال LCD، وعندي في برنامج الباتي، وأيضا لو تلاحظون السيرفر رجع لي نفس الكلام اللي أرسلته. يعني اول شيء ارسلت من الكلاينت الى السيرفر، بعدين السيرفر استقبل هذه البيانات ورجعها للكلاينت. يعني كذا انا قدرت اني اتواصل مع السيرفر، وايضا السيرفر يرجع للريكوست. يعني تلاحظون هنا تم ارسال رسالة، وبعدين رجع السيرفر ارسالها للكلاينت، عشان كذا جتني هنا. لو نرسل اي كلام مثلا
شلون نفس الكلام يرجع. فهذه فكرة تطبيق باختصار، إن كيف أقدر أتواصل مع السيرفر وفي نفس الوقت الكلاينت يقدر يرسل للسيرفر. نيجي نشوف الكود. طبعا الكود زي ما قلنا عند في ملف التطبيق السابع. طبعا هنا عندي طبعا في معلومة مهمة، ان لازم يكون عندي الجوال متصل بنفس الشبكة اللي متصل فيها الواي فاي موجر، اللي هي نفسها ما غيرنا. هنا الباسورد للنتورك نيم، وهنا عندي البورت حطينا 1 2 3، فعندي هنا ما في اختلاف نفس الأوامر، بس عندي مصفوفة اللي هي الريسيفد راح أخزن فيها البيانات اللي راح أستقبلها من الكلاينت عشان أعرضها في ال LCD ومن ثم أرجعها للكلاينت. ننزل للمين فانكشن، اول شيء نشوف الكونفيج. نفس الشيء، ما في شيء جديد. الواي فاي كونفيج، طبعا قلنا كذا الواي فاي موجر راح يكون عندي السيرفر، فلا بد اني انشئ سيرفر واحدد البورت. تلاحظون هنا عندي AT plus CIP server يساوي 1، create server والبورت اللي حطيناه 1 2 3. اوكي، فلو ننزل للمين فانكشن عندي هنا الانفينيت لوب، عندي وان فانكشن اللي هي تشيك ويب بيج ريكويست. للمرة قلنا بنستقبل ونرسل بيانات، فاذا جاني ريكويست من الكلاينت يعني لقيت البلس اي بي دي في السترينج ريكويست، عندي هنا هذا راح يطلع لي الكونكشن اي دي. طبعا بيكون مالتيبل كونكشن. لو نرجع للكونفيج كنا هنا عندي 80 بلس سي اي بي ماكس يساوي 1، اللي هو مالتيبل كونكشن، لان اصلا ما راح اقدر اسوي سيرفر الا اذا كان عندي المالتيبل كونكشن، اللي هو هنا 80 بلس سي اي بي سيرفر يساوي 1. هنا عندي راح احصل كونكشن اي دي واحطه في المصفوفه عندي في الكونكشن اي دي. هنا عندي راح اخزن السايز حق الريسيفد بايت، راح ارسل الداله، قلنا هذه الداله راح تسوي لي ريتورن للسايز حق التكست. طبعا الكونكشن اي دي قلنا عشان لانه بيكون عندي اول ما يجي ريكوست بيكون في كونكشن نمبر. لو نرجع للتطبيق
بس عشان نشوف كيف يجينا الريكوست. فعندي كذا إذا أرسلت مثلا من الكلاينت أي شيء، مثلا هاي لو تلاحظون هنا عندي بلس اي بي دي، بعدين هنا عندي الكونكشن اي دي يكون بين بلس اي بي دي، عندي هنا بين الفاصلة الأولى والثانية هنا الـ connection ID، فلا بد ان اخذ الـ connection ID عشان ارد للـ client. فزي ما قلنا لو نرجع عندي هنا من خلال هذه الدالة راح احصل على الـ connection ID، طبعا تكلمنا عنه اكثر مرة. فهنا عندي هذا الـ size يساوي get size data حق الـ receive، يعني البيانات اللي استقبلتها من اللي هي الكلاينت. طبعا الكلاينت اول ما يرسل البيانات انا ايش راح اسوي؟ اول شيء راح اسوي سايز داتا يساوي get size data، وايضا في نفس الوقت راح يحط لي يعني ريسيف داتا راح يحط لي في هذا المتحول. فعندي هنا الدالة هذه تختلف عن الجيت سايز داتا في التطبيقات اللي قبل، لأن أول كنا بس يعني كانت ترجع لي بس السايز حق التكس اللي أرسله، ولكن الآن راح ترجع لي السايز وأيضا راح تخزن لي البيانات في هذه المصفوفة. فلو نجي نشوف هنا عندي find get string من الـ Rx buffer، طبعا عشان احصل على البيانات اللي ارسلها الكلاينت لازم استخدم الـ find get string من البفر. فراح نبدأ من عندي هنا نقطتين، طبعا حطينا واحد عشان لا يطلع النقطتين في الشاشة عندي، فراح نتجاوز هذا الحرف وبعده من نقطتين الى الاوكي الى الاوكي اللي هو بيكون اخر شيء في الريسبونس. فهذه عندي البيانات راح اخزنها في التكست. لو نيجي نشوف هذا الكلام فعلا لاقي ان عندي الرسالة هنا عندي نقطتين من هنا الى الاوكي، طبعا بعد كل رسالة لازم يجيني اوكي. لو اجي ارسل مرة ثانية مثلا ارسل هيلو، لو تلاحظون ايضا نفس الشيء دائما رسالة تجيني من هنا عندي نقطتين إلى الأوكي، يعني بينهم يكون عندي البيانات المرسلة. فأنا عن طريق الـ find get string أقول له انسخ الكلام اللي عندي من double point اللي هي النقطتين، وطبعا أحط واحد عشان لا يعرض لهذا الكلام في الـ LCD. فكده واحد راح يتجاوز راح يوقف بعد النقطتين اللي هي بداية أول كاركتر من البيانات المرسلة إلى الأوكي، يوقف عند الأوكي هنا راح يخزنها لي في التكست. وبعدين size data يساوي string length هذا طول البيانات المرسلة، بعدين return size راح يرجع لي بيانات، يعني هذه الدالة راح تستقبل مصفوفة راح تخزن البيانات اللي راح استخرجها من الريكوست. بعدين اخزن السايز البيانات المرسلة في السايز داتا، بعدين راح ارجع السايز.
فهنا عندي، هنا عندي السايز البيانات المرسلة، وهنا عندي البيانات. بعدين يعني اسوي كلير للوكيشن اللي راح اعرض فيه البيانات في شاشة ال LCD، وبعدين اعرض الريسيف داتا. بعدين عندي get sending command، هذه تكلمنا عنها، ارسل لي الكونكشن اي دي. بعدين السايز داتا، لو تلاحظون هنا عندي السايز داتا زدت بواحد، لان لاحظت ان اذا ارسلت البيانات زي ما هي راح تكون ناقصه، فاضفت للسايز داتا اللي حصلت من هذه الداله اضفت له واحد، بعدين صارت بيانات يعني تيجي عندي بشكل سليم. بعدين عندي هذا راح يخزن لي السند كوماند، طبعا تكلمنا عن هذه الداله اكثر من مره. بعدين راح ارسل السند كوماند، لان قلنا السند كوماند راح يكون AT plus CIP send يساوي الكونكشن نمبر وعدد الكاركترات اللي راح ارسلها. هنا عندي الكونكشن اي دي، وهنا عدد الكاركترات. بعدين راح اخزنها لي هنا، ومن ثم راح ارسل السند كوماند وانتظر لمده ثانيه، بعدين لما يجيني الريسبونس اللي هو الاوكي، بعدين اسوي كلير للبفر. وبعدين كذا راح ارسل البيانات اللي هي الريسيف تكست، راح ارجع للكلاينت. بعدين عندي نيو لاين، انتظر مدة ثانية لما يجيني ريسبونس اوكي. بعدين اسوي ريست للبفر، واسوي ريست عن طريق الميم سيت، راح اسوي ريست لل البيانات المرسلة، راح تكون عندي طبعا في مصفوفة، فراح اصفر عناصر المصفوفة، راح ارسل لكل عناصر المصفوفة زيرو. طبعا عدد الالمنت للمصفوفه اللي هو string length، يعني كاني قاعد اقول له صفر لي جميع عناصر المصفوفه string length، string length of received data. بعدين هنا عندي قلنا في النهايه عندي ال AT plus CIP close، راح يعني اسكر الاتصال بين الكلاينت والسيرفر، لكن انا لاحظت ان اذا خلينا اذا يعني سوينا هنا ان كومنت راح يرسل الرسالة وراح يفصل من الكلاينت، وراح يرجع يسوي بيكون صعب ان يسوي كونكت مرة ثانية، لانه اوريدي اذا سوينا كونكت وبعدين فصلنا راح يقطع الاتصال مع الكلاينت. فنحن نطفي نلغي الكومنت، نسوي يعني كومنت لل AT plus CIP close اللي هو الأمر الإرسال، ونخلي الاتصال مستمر. عشان كذا لاحظنا في التطبيق أن كل ما أرسل يكون متصل باستمرار ويرجع لي نفس البيانات. في بعض التطبيقات إذا احتجنا أن لابد أن نسوي ال close connection، فنجي نسوي ان كومنت، فراح عن طريق ال string copy راح انسخ AT plus CIP close يساوي، بعدين راح اضيف ال connection ID، بعدين راح ارسل ال close command. طبعا AT plus CIP close يساوي اللي هو ال connection ID، لان عندي multiple connection. بعدين ارسل close command، انتظر المدة الثانية، بعدين انتظر ريسبونس اوكي، بعدين اسوي ريسيت للبفر. طبعا قلنا في هذا التطبيق اذا ارسلنا هذا الامر راح يقطع الاتصال، لابد ان اتصل من جديد. فهذا عندي الكود حق التطبيق السابع.